حضرات السيدات والسادة، على هامش الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، ناقش ممثلو برلمانات بالعديد من البلدان والمناطق بالعالم وهيئات للتعاون البرلماني أمس السبت بمراكش دور البرلمانات في النهوض بحقوق الإنسان وبحث كيفية تحقيق انخراط أفضل للمؤسسات التشريعية في عمل الآليات الأممية وخاصة مجلس حقوق الإنسان. عقدنا واحد لقاء في شهر شتنبير اللي خرج منه إعلان الرباط. هاد إعلان الرباط واللي الآن تطور إلى هاد الورشة داخل المنتدى الدولي هو مدى مساهمة البرلمانات في السلسلة للإنتاج التشريع الدولي المرتبط بحقوق الإنسان، بداية من وضع التصورات، من المناقشة في إعداد الوثائق، ثم المصادقة بعد التصديق عليها من طرف الحكومات. هناك حقوق جديدة وقد تحدث عنها صاحب الجلالة في رسالته، متعلقة بالبيئة، بالأشخاص المسنين، بالمهاجرين، ولدى برلماننا أمثلة واضحة ويعتبر نموذج بالنسبة لجميع الدول الإفريقية، خصوصا فيما يتعلق بالسياسة التي أعلن عنها صاحب الجلالة التي تتعلق بالإجراء. وأكد ممثل مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان إبراهيم سلامة أنه ليس من المنطقي بقاء البرلمانات بعيدة عن الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، في حين أن المؤسسات التشريعية تعد فاعلا مهما بالنظر لكفاءاتها. منتدى مراكش رسالته الأساسية هو أنه في كلمة واحدة في تقديري الشخصي أكبر برلمان عالمي للمجتمع المدني. لم أرى مثل هذا العدد من خبراء حقوق الإنسان من المستقلين من المجتمع المدني ولا من المنظمات غير الحكومية المستقلة. إذن هناك شيء غائب، ولهذا السبب هذا هو السؤال في هذه الندوة. ويندرج لقاء البرلمانات بمراكش في إطار مسلسل من النقاشات والاستشارات التي أطلقت من أجل تحديد وتبني الخيارات الملائمة التي تسمح بضمان مساهمة فعالة ومستدامة للبرلمانات في النظام الأممي.